واعر هذه واعره. شوفوا كيدير اتاين شنو كاين هنايا، شوفوا الخبز ديالو. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، احوال ديالكم مزيانه يا ربي. الله يخطيكم على الكومونتيرات ديالكم الزوينين. شكرا بزاف 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 لكاع الهضور الزوينه اللي كتقولوا لي، النصائح ديالكم، الاسئله ديالكم راه غادي نجاوبكم عليها. راه كما قلت لكم راه والله الا اختكم مازال عيانه، راه هذا الفيديو هذا راه صورته لكم، راه غادي تشوفوا وجهي راه مازال عيانه، راه الصفر ما ساهلش وسيرتو لهكا بلاد بعيده. المهم البنات، الفيديو ديال اليوم كما شفتوا في الدخله ديالو صورت لكم الماكله، هذا كان اول هذا عشاء، كانت اول ماكله غناكلها هنا في كردستان، قلت غادي نصورها لكم. المهم كانت الدولمه، اللحم، السوب ديال الكورجيت، وهنايا كيحطوا هذاك قزبور ومعدنوس وعندهم مع ديك الخضره فريش. ومن العادات ديال العائله ديال راجلي، ولا ما عرفتش واش كاع الاكراد بحال هكا ولا غير العائله ديال راجلي، انهم كيمشيو في الخميس في العشيه العروبيه عندهم الديور تماك، كيدوزوا ديك الليله بالليل باش كيصبح ليهم الجمعه، كاينين ديجا تماك كيدوزوا النهار كامل في العروبيه، لقاش راكم عارفين العروبيه كالم وباردة مقارنه مع المدينه، داكشي علاش كيفضلوا يدوزوا الجمعه تماك. وصافي جات مع المناسبه اننا جينا وهبطنا معاهم. المهم البنات، يلا وصلنا دابا شي 40 دقيقه، 40 دقيقه باش شدينا الطريق. هاد البلاصه هادي فايت تجيت ليها، ولكن هاد الدار هادي اول مره كنجيت للدار ديال، حيت كل واحد فيهم عندهم ضيور في العروبيه كيجيو ليهم فبحال هكا فاش كيكون الصاد كيجيو يدوزوا فيهم الوقت. وهاد الدار هادي ديال خراجلي، فجيت ديك المره كانت يلاه كتبنى، دابا يلاه سالات، غير وسط الجبال والطريق خايبه وكل شيء، صايبين هكا واحد جوج بويتات وكوزينه وداكشي كيجيو يدوزوا فيها نهار الجمعه مع ما عندهم الويكاند بالجمعه. وصافي غادي ندوزوا اليوم، جينا بالليل، غدا غندوزوا النهار وغادي نرجعوا في العشيه ان شاء الله. وما غادي نوريكم غدا ان شاء الله، غادي نوريكم هذا الشجر هذا دايرين فيه هنايا الفواكه، هنايا دايرين هذاك هذا ديال كيشوفوا فيه. المهم ندخل دابا نوريكم الدار، هنا دايرين هذا الخشب هذا هنايا في ايامات الشتاء يبقاو يسخنوا به. واقيلا انا قلت اي فور وينتر تايم ذيس وان، يبقاو يسخنوا به. شنو يا راجلي كيوريني؟ وات هادي هادي الشجره ديال التوت. لا لا قالك هذا التوت، قالك هذا التوت الحامض ماشي التوت الحلو. لا ما عنديش مع حاجه حامضه. لا ديس حلوه. وين از بلاك سويت وين از ليتل حلو حلو زوين. قبيله وانا كناكل في الديسير كان باين مظلمه، قبيله كان باين في الديسير، كناكل في الديسير وكان كنقول لهم اسناني دغيا حمر حمر ليا. شوفوا شوفوا تعرفوا داك الشيء اوريجينال، ها بغي يرجع ليا اسناني حمرين. توت this one king هادي حامضة. This one we call king one. The normal one is we call two. But we call this one king two. كيك هذا سميتو king two. حنا عندنا التوت مقربين الكلمات. قلت لكم قبيلة كناكل في الديسير حطوا لنا. شاتو. شاتو؟ اسمه كينغ. اها. This one is just for king. It's not the same normal. The normal two is very sweet and. هذا هو الحامض زعما هاد التوت الحامض كلاس على التوت الحلو. هما اي حاجه حامضه كيعطيوها قيمه، كيحمقوا هما بعد على حاجه الحامضه، الحامض كياكلوه هكا هما عندهم عادي. قلت لكم قبيله كنت كناكل الديسير، والديسير حلو بحال ديال المغرب نيشان، مع حنا محرومين منه في الانجليز. كناكل كنقول واعر هادي واعره هادي واعره هادي واعره، ما خليت حتى حاجه ما كليتها.
نردو شويه الروح، كاع الفيتامينات اللي محرومين منهم نردوهم دابا في هاد الايام هادو. بلاتي نوريكم هذا العنب. هذا العنب دايرينو هنايا الفوق، دايرين هاني الفوق العنب البيض هذا. شوفوا واش تبارك الله شحال ديال العنب. شتو وين هو البريدي؟ عندو فوقاست. ما جيناش معاه. هادي الدخله ها انتوما الفرفاره. هادي الكوزينه. شوفوا وتشوفوا هاد الدار فين جات، راه ما تقولوش هاد الشيء اللي داخل راه غيكون فيها. هانتوما شوفوا ليه الحمام، وهنايا الفران و لا ماشين. شوفوا شنو كاين هنايا، شوفوا الخبز ديالهم هذا. هذا حتى نوريكم كيفاش كيصايبوه. عرفتي هانتوما شوفوا داير بحال شيبس. تيفزقوه عاد كياكلوه، ما كياكلوش بحال هكا، كيفزقوه كيولي رطب بحال يلاه بحال يلاه الدار. هنا حمام، وهنايا بيت النعاس. شوفوا معايا تاعنا كاين الفرفارة هنايا. هاد الشرجم هذا كاين فيه هنايا الكليمة. هانتوما شوفوا الشادي اللي كيدور، هادشي اللي كيدور راه الكليمة هاديك. غدا ان شاء الله غنوريكم هاد الدار هادي فين جات. راه جات غير وسط الجبال، ما تقولوش راه هادشي كاين فيها هنا لداخل، ودايرين كاع هادشي زعما تبارك الله عليهم. كما قلت لكم كيديرينها كيجيو كيريحو فيها بحال ما قلتو، مره في السيمانه مره في جوج سيمانات على حساب قت ما هما بغاو. انا بغيت نصور لكم هاد المقراج ديالهم. كيطيب الماء على العواد، هو فيه الماء لداخل وكيدخلوا فيه العواد من هاد الجهه هادي اللي كتشوفوا، وكيشعلوه بليسانس كما كتشوفوا دابا في الفيديو. وواحد شويه ماشي 5 ديال الدقائق ها نتوما كتشوفوا الماء خرج سخون. بهذا كيصايبوا اتاي تقليدي عندهم كاع في العروبيات ديالهم. المهم يلا غادي نشربوا اتاي هنايا كما كتشوفوا في هواء الطلق في الليل. والمود ديال البرد يلا لبست رازينه البيجامه اللي قلت لكم غنديها على ودي الا كان شي مره البرد، لبستها لي هذا حيت المود البرد. انا براسي لبست لافيست ديالي واتاي وجد. حطوه هنايا، كيتحط هنايا كيبقى سخون، كيسالي منه كيعاودو يحطوه هنايا. ودابا كيخوي اتاي انا قتلني البرد. المود البرد في الجبل وفي المدينه كاين الصهد، المود ديال الصهد. يو اد ووتر الله يسهل الله. شو كيدير اتاي مجهد نص كاس وكيزيد عليه الماء. رئيس لنا ذا النبي والله بيجنا معقولة لهم جنا صافي. من بعد ما شربنا اتاي نعسنا كا والله ما عقلت على راسي، لان لا رازين عرفتي ورازين نعسات احسن نعسه لاول مره، ما غاديش تفيق ليا بالليل كا. وهنا صافي فاش فقنا في الصباح صورت لكم هكا الفطور، في انواع ديال الفرماج والزبده ديال العنزي والعسل الحر كما كتشوفوا كيحطوه بشهدو كياكلوه بشهدو. قالك حيت حر ممكن انك تاكليه بهداك الشهد ديالو. وصافي والخبز ديالهم واتاي. المهم هذا هو كالفطور ديالهم. كيما شفتوا يلا فطرنا. دابا اختكم راكبه في البيكوب. هادي شحال هادي ما ركبتش في البيكوب، واحد الركبه بشكل. بعد ما طالعين لواحد الجبل دابا راه كتشوفوني كنتحرك بزاف. هانتوما شوفوا انا فين، عرفتي الطريق. دابا نوريكم انا نقلب لكم الكاميرا تشوفوا الطريق. الطريق غير الحجر. طالعين
واحد البلاصه داير فيها راجلي تما العنب، قال لي اجي تشوفيها نقلب لكم تشوفوا الطرق كيفاش دايره كتخلع. ها انتم شوف دابا راه طالعين حنايا للقمه ديال الجبل. اي داسكوج احنا وصلنا شي هاد البلاصه هادي اللي داير بها هاد الكرياج هذا كامل حتى الفوق، راه ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. ها نتوما شوفوا هاد البلاصه كامله، هادي ارض ديال راجلي داير فيها هنا قال لك العنب. يلا اوكي كاين الباب تما، انا غادي ندخل وغادي نوريكم. يلا يلا داروه مازال، يلا باقي صغير. شوفوا شوفوا الجبال، شوفوا الجبال، هادو هما الجبال اللي قلت لكم البارح، قلت لكم هذيك الدار كاينه غير وسط الجبال، ما غاديش تخيلوا انها كاينه تما. تبارك الله. عتي عتي هاد البلاصه هادي جيت ليها في، جيت واحد المره في الشتا كانوا كاع هاد الريوس ديال الجبال بيضين بالثلج. اوكي حنا غاديين دابا شوفوا رازين غادي دابا ندخل من الباب باش نوريكم. ها هو العنب، يلاه داروه، يلاه قالك عامين عادي يوجد، كيسقيه كل سيمانه كيتسقى. قلت له انا راه غادي يكرم، قال لي لا راه عنده السيستم ديالو، قالك مره في السيمانه كيتسقى. ها نتوما شو قال لي هذا العنب، هذا العنب الكحل قال لي حلو حلو لواحد الدرجه ما تصوريش. ها نتوما شو هاد الارض كامله عامره بيه. يلا عاد دابا جيت طلعت طلع هادي سخفت، ها هو البير ديري كيخدم بالضو، ومن هنا كيجبدوا الماء وكيمشي مع التيوات هادو وكيسقيو. ها نتوما شوف هاد التيوات هادو غاديين الفوق، ومن هنا كيخرج الماء. ها نتوما شتي راه كنسمع الماء كاين تما. وها الروح من كيشعلو هذاك البير من هنا كيشعلوه ويطفيوه دايرينو فهاد الشجره هادي، وراه فين وريتكم قبيله شفتو البير فين كاين، وجايبين ليه الخيط من هنا ودايرينو فهاد الشجره هادي صافي، وكيتسد هاد الصندوق وما كاينش اصلا اللي كيجي هنايا. يعني الناس كامل اللي دايرين فهاد الفيلاج هذا كلهم معروفين عارفين دار بدار. الحاجه الزوينه اللي كاين هنايا في كردستان هي قال لك ما كاينش السرقه، قال لك شي حاجه السرقه عندهم شي حاجه عيب بزاف، قال لك ما يمكنش شي حد يسرق واخا تخلي ما عرف شنو. راجلي كان كيبني واحد الدار وشي عامين هادي، وكان كيخلي داك الحجار والرمله وكل شيء داك الخيوطه والقوادس وكل شيء على برا. حنايا في المغرب كتشدي واحد العساس هو اللي كيجلس كيقابل لك داك الدار الا ما كنتيش انت كتسكني حداها. هنايا لا كيخليو كلشي كاع الماتيريال ديال البني كيخليوه تما دايرو حدا الارض، كيجيو البنايه الغدلي ويمشيو، ما كاينش اللي قال لك اللي كيهز لك حجره، ما كاينش اللي كيهزها. واخا رازين رازين خايفه من الجراد، كاين الجراد كتخاف. ها جراده جايه رازين، ها جراده شتيها قولي جراده رازين قولي جراده بنا ماشي دبانه، لا ماشي دبانه، جراده جراده دبانه كتعرفيها غير دبانه.
انايا من بعد ما رجعنا للدار قال لي خرج لي يلا نمشيو لواحد الجريده دايرها. مشيت والله تصدمت قلت والله تنصور لكم شوفوا معايا الشجره شحال هزه ديال الحب الملوك حتى حيدنا عمرنا السطل. وكاينه شجره اخرى ماشي شجره شجر هو ماشي غير شجره وحده ها اللي فيه حب الملوك اللي فيه المشمش الخوخ التفاح باللوز تبارك الله ما شاء الله عرفتوا شحال ديال الفواكه وكل شيء حلو. ها هو الطاجين ديالهم هما دابا اللحم داخل هذا الطيبه هذا اللي كيديروا دابا تقليدي مليار في المية. Just put onion and nothing else. قالك هذه الماكله هذه سميتها بارسيل كيديروا غير البصله صافي والملحه. اجو غزاه او غوش دي سكيم الدراري كيلعبوا هنايا ها هو هذا الروز ها هو الروز شوف الماكله ديالنا واش مجدات شوف ها انتوما زادوا عليه مطيشه والحامض بيبي جوت هذا المعزي انا نشوفوا شحال ديال الطباصل كانوا جدا باش نحطوا الماكله وهنايا والله ما عرفت شنو هذا الشيء بان لي بحال الحليب والزعتر هنايا وهنايا السوب هذا الحليب فيه اللحم وهذه السوب وقيله ديال الكورجيت هنا وقيله الروز ما عرفتش بغيتش نحل عليه هنا البنات اللي بغيت نقول لكم هو ما تشوفوش هاد زعما هاد العائلات مجموعين تقولوا راه تجمعوا على ودنا ولا هادشي دايرين على ودنا راه نهائيا هما راه حياتهم هكا دايره حياتهم الطبيعية ديما مجموعين ديما كي العرايد اللي جاي ياكل الباب ديما محلول ماشي بحال نحنا نهائيا حنا المغاربة كنتجمعوا معروف علينا كنتجمعوا في المناسبات بحال هكا شي حاجة سبيسيال اما هما حياتهم هكا دايرة وان شاء الله دابا نصور لكم الدولمة الماكله اللي كتعجبني عندهم زعما اللي كتعجبني كاع في الاكل ديالهم كامل الدولمه هي الرقم واحد عندي انايا دابا نصورها لكم ان شاء الله غندخل معاهم الكوزينه وغادي نوريها لكم مرحله بمرحله كيفاش كدار وكيفاش كيصايبوها وكان هذا هو النهار ديال العروبيه دابا غدا غادي نرجعوا للمدينه ان شاء الله ومهم كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ما تنساونيش من لايكات بوسه لكم كاملين نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله بالسلامه عليكم.